d'abord à vous remercier d'avoir accepté de participer à cette table ronde sur le développement régional et les inégalités. هذا اللقاء هذا هي فرصة باش يكون واحد التبادل مع البنك الدولي على التوصيات ديالهم وديالنا حنا كمجلس فيما يخص الجهوية المتقدمة. هو لابد خصنا نفهم واحد الحاجة، اليوم الفوارق الاجتماعية ولكن أيضا المجالية مرتفعة جدا في المغرب. نعطيكم واحد المثال اللي خدينا ثلاثة نتاع الجهات، جهة نتاع الدار البيضاء سطات إلى آخره، جهة نتاع رباط قنيطرة، جهة نتاع طنجة تطوان، 55% نتاع المقاولات موجودة فيها، 58% نتاع الثروة المغربية موجودة فيها. فلا بد خصنا هاد الفوارق المجالية خصها ما تبقاش كاينة. الطريقة الوحيدة اللي كاينة هي على طريق الجهوية المتقدمة، لا مركزية لا تمركز. حنا كانت إرادة سياسية ومازال إرادة سياسية باش نمشيو نزيدو للقدام. ثلاثة تاع القوانين التنظيمية اللي تنشرات، 68 تاع المراسيم، ولكن تنلاحظوا مع الأسف مازال ما تقدمناش فيها، وهذا راجع لعدة أشياء وكاين الحلول واضحة. أول حاجة خصنا لابد الاختصاصات نتاع الجهة نعاود نركزوا عليها ونفسروها مزيان. احنا تقدمنا أخيرا ولكن مازال طريق طويلة. القضية الثانية هو خص يكون التملك مع جميع المتدخلين باش نمشيو في هذه الاختصاصات. القضية الثالثة الموارد البشرية ونتركز عليها، لابد خص تقوى في الجهات، لابد خص المواطنين يأمنوا بأن السياسة تكون على أرض في الأرض الواقع تكون في الجهة، وخصهم يجيو باش يكون التدبير ناجع نتاع هذه البرامج والمشاريع. القضية الرابعة هي سميتو الموارد المالية. اليوم الموارد المالية خصها الدولة تعطي أكثر، ولكن خص الجهات أيضا تطور الموارد المالية الذاتية على طريق الضريبات المحلية. وحنا قلنا خصنا يكونوا جوج نتاع الضرائب المحلية، الضريبة على السكن والضريبة على المقاولة ونسهلوا. وأخيرا تنقول بأن خص يكون تقييم مستمر نتاع هاد البرامج والمشاركة نتاع المواطنين باش على طريق باش حتى هما يكونوا يعطيو رايهم واش هذا المشروع صالح ولا ما صالحش، وحتى هما يدخلوا في هذا التنفيذ وفي التقييم. النهارده ان شاء الله هنقدم تقرير قام باعداده البنك الدولي في الفتره السابقه عن التنميه المساحيه او التنميه التريتوريال ديفلوبمنت تريتوريال في منطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا. التقرير الحقيقة بيدي بعض النتائج اللي بتوصف شكل هذه التنمية المساحية أو التنمية الجغرافية، واللي بتضع بعض المعالم لهذه التنمية في منطقة شمال أفريقيا وشرق الأوسط، بتوضح إنها ليها خصوصيات مختلفة بعض الشيء عن بقية العالم. لكن إحنا بندي فرصة إن شاء الله لهذه المناقشة في المغرب، لأن الحقيقة المجهود الذي أقيم في المغرب وسياسات الدولة بالنسبة لل ديكونسنتراسيون ريجيوناليزاسيون افونسي وتعزيز قدرات المناطق وبعضها من النماذج اللي احنا البنك الدولي بيأمل في تكمله دعمها والتعاون فيها ان شاء الله. وبنأمل ان شاء الله ان هذا التقرير يضع بعض النقاط وبعض الملامح اللي تدي فرصه اكبر ان شاء الله لتكامل المناطق. تبين فعلا بان الجهويه المتقدمه هي اليه اساسيه لا محيد عنها لكل إصلاح قانوني وإداري وللتنمية الجهوية والتنمية المحلية، لأن الدولة بعد أن كانت كل صلاحيات ممركزة على المستوى المركزي بالرباط مستوى المؤسسات التي تدير ذلك، اختارت وتم اختيار المغرب أن تكون هناك جهوية متقدمة تسمح بنقل صلاحيات أوسع للجهات لحضور الدولة بالجهات حتى